ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا أينما كنتم متابعي هذا البرنامج برنامج من الحرم في ثامن حلقاته في ثامن أيام رمضان المبارك الله يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات. ثمانية أيام عدت مشاهدينا الكرام والأيام تمشي، الله يجعلنا وإياكم من المقبولين يا رب العالمين، من المقبولين إن شاء الله بالقول والعمل يا رب العالمين وبصالح أعمالنا يا رب العالمين من هذا الشهر الفضيل. اللهم سدد رمي جنودنا المرابطين على الحدود الذين يعني يقومون بالذود بالصد والرد عن حدود بلادهم ويقومون بواجباتهم. نحن ننعم بالصيام والقيام والهدوء وهم هناك على الحد، نسأل الله أن يعني يسدد رميهم يا رب العالمين ويسدد رمي ويوفق رجال أمننا في الداخل كذلك الذين يقومون بعمل جليل، وخاصة رجال الأمن المتواجدين في الحرم المكي أو في المدينة المنورة أو في الطرق المؤدية إلى هنا وكل أنحاء المملكة، لكن والله إنهم يبذلون جهد، واللي جاء إلى مكة وإلى الحرم المكي يرى هذا الجهد بأم عينه. هاشتاج برنامج من الحرم هو وسيلتكم للتواصل معنا مشاهدينا الكرام، وكذلك درجة الحرارة في هذه الأثناء 41 درجة مئوية مشاهدينا الكرام، هي درجة الحرارة في المسجد الحرام في هذه اللحظات كما تشاهدونها على الشاشة. إذن 6:08 و 41 درجة مئوية هي درجة الحرارة. أنا ودي الحقيقة أنوه مشاهدينا بأن كل الفواصل والتقارير التي تعمل في هذا البرنامج هي بصناعة شباب وفريق هذا البرنامج. لم ينزل في برنامجنا منذ أن بدأنا في يعني إنتاجه ولله الحمد إلا اللقطات والمقاطع التي هي صنع 100% أبنائنا وأبنائكم شبابنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون. إذن فاصل أول ونعود لكم مشاهدينا، لا تروحون بعيد. إذن كل الشكر لزملائي الحقيقة فريق العمل، فريق عمل البرنامج، نتكلم عن فريق العمل الإعداد أو التصوير أو حتى زملائي الفنيين اللي يعملون خلف الكوادر، إن شاء الله راح نذكر أسماءهم مستقبلا ونشكرهم. لكن أحب أنوه وأعيد وأكرر أن كل الفواصل وكل المقاطع وكل التقارير اللي في هذا البرنامج هي من عمل أبناء هذا البرنامج وهذه اللحظات، يعني لا أخذنا شيء من برا ولا ديكومنتري من برا، وعندنا القدرة إن شاء الله أن نقدم أكثر وأكثر وأكثر. مشاهدينا العقيد سعد محميد قائد الساحة الغربية بالأمن العام، وهي مهمة أمس يمكن أخذنا توسعة الملك عبد الله الشرقية مع الأخوة اللي ماسكينها القطاع، اليوم لا نتكلم عن الأمن العام شؤون التدريب. الله يحييك سعادة العقيد، حياك الله، فرصة سعيدة، الله يسلمك. الله يحييك يا أبو تركي وحياك الله وحيا الله السادة المشاهدين. عطني وعط السادة المشاهدين
الساحة الغربية وين؟ وش حدود يعني خلنا نقول مهامكم وعملكم؟ وكيف شفت الأوضاع يعني خلنا نقول مقارنة بالعام الماضي؟ طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شؤون التدريب يشارك بشكل سنوي ولله الحمد الآن في تنظيم الساحة الشمالية والغربية في كل عام. طبعا تنظيمنا محصور في تنظيم المشاة من خلال إعداد مشايات خاصة للسائرين على الأقدام وفصلها عن المصليات المخصصة لأداء الصلاة. الساحة الغربية هو التي نحن فيها الآن حدودها من تقريبا باب 87 الحرم المكي إلى باب بعد باب 74 تحديدا من المسيال إلى تقريبا مشاية الشبيكة. فيها باب الملك فهد وهو يعتبر من أهم المواقع لنا التي نغطيها بشكل رئيسي. نقوم هنا في الساحة الغربية بتنظيم المشاة من خلال وضع مشايات خاصة بالمسير، مشايات عرضية على العرض الأول المحاذي للحرم المكي، أيضا على العرض الثاني المحاذي لشركة مكة ولدار التوحيد، بالإضافة إلى مشايات طولية تخترق المصليات باتجاه الحرم المكي الشريف. متى أوقات الذروة اللي أنتم تعتقدون أنها فعلا هذه الأوقات المهمة واللي يجب فيها المعتمر يعني أو توجه نصائح للمعتمر؟ خاصة يعني أن اليوم ما نوجه كلامنا للي في الحرم، اللي في الحرم خلاص في الحرم، لكن أتكلم مع الناس اللي موجودة في بيوتها. طبعا الحمد لله الآن جهود وزارة الإعلام مشكورة في نقل النقل الحي للحرم، المعتمر والمصلي يشاهد الآن الكثافة بنفسه من بيته. فلو لاحظنا أنه في ساعات الصباح الباكر وقت الظهيرة نجد الأعداد قليلة وبسيطة، فالذين يحضرون الحرم لأداء العمرة يكون وضعهم أفضل وأهدى. أما بعد صلاة العصر فتبدأ وقت الذروة الحقيقية إلى انتهاء صلاة التراويح، وهذه ذروة حقيقية نقوم من خلالها بتعديل المسارات بحيث أنه إذا امتلت الساحة الغربية مصلى نقوم بعملية قفل الساحة ونقل الحركة إلى الساحة الشمالية. أقيد سعد، أرجوك رسالة تريد أن توجهها وكلمة أخيرة قبل أن أختم معك هذا اللقاء. طبعا أوجه رسالة لإخواني القاصدي البيت الحرام سواء من المعتمرين والمصلين. أولا اختيار الوقت المناسب لأداء فريضتهم، اختيار الوقت المناسب لأداء عمرتهم. أيضا أوجه رسالة لأولياء الأمور بالنسبة ما يخص الأطفال، نعاني كثيرا من التائهين في ساحات الحرم، والسبب قد يكون يعني إهمال لا مقصود من أولياء الأمور، لكن أؤكد على ضرورة وأهمية الاهتمام بأبنائكم، إما إبقائهم في المنازل أو وضع علامات على أيديهم بأرقام الهواتف للتواصل معهم عند الحاجة. وأتمنى إن شاء الله لكم حج عمرة مقبولة وصياما مشكورا والقبول إن شاء الله في نهاية هذا الشهر الكريم. لا تقول كلها شهرين والحج جاي إن شاء الله، احنا جاهزين بالحج يا رب إن شاء الله. خلوني بس يعني أزيد على اللي قاله يعني سعادة العقيد، الأدوار العليا مشاهدي الكرام، أعلى الأدوار دائما يلاحظ أن بعض المصلين يصلي في المواقع الخلفية، يعني في مجال أنه يتقدم وهو يرغب في الخلف، ما أدري هو عشان إذا خلصت صلاة يروح للباب بسرعة. يا جماعة ترى في معتمرين جاي بعدك، قدم يعني سد الخلل هذا. صحيح. من ديننا. غير كذا بعد انتهاء الصلوات المهمة، تكلم عن التراويح أو المغرب، 10 دقائق مطلوبة في مكانك، لأنك أنت لو مشيت بتساهم مع الجميع في كثافة عالية، ربما تساهم في تدافع، وهذا الشيء اللي ما يتمناه أحد واللي فعلا رجال الأمن حريصين عليهم. أبروح لفقرة، أتفضل. أنا بضيف نقطة مهمة من حقك. الإخوة القادمين، أؤكد على أهمية وضرورة الثقة برجال الأمن. نعاني بعض الأحيان من بعض الإخوان اللي يعتقد أننا عندما نقفل مشاية وننقل حركة من مكان إلى مكان أننا نقفل بشكل عشوائي، وهذا غير صحيح. نحن لا نبدأ بعملية الإقفال إلا عندما يمتلئ ساحة المطاف، تمتلئ المصليات الداخلية، ثم نضطر إلى الإقفال ونقل الحركة. إذن فلا بد من التعاون من الإخوة، لا بد. أؤكد على المطوفين للقادمين من الخارج، تأكيد على معتمرينهم، أيضا أؤكد على الداخل بالثقة بنا، وأتمنى لكم التوفيق. إذن تعاملك مع رجل الأمن وعندما يحدد لك مسار وتمشي على هذا المسار، هذا لا يعني أن الموضوع اعتباط، هو خطة مرسومة
في حال امتلاء موقع معين يفتح الموقع الآخر. ساهم ب يعني ليونتك مع رجال الأمن واتجاهك مع المواقع التي يحددونها في تخفيف الأبع على الجميع. الطريق إلى الحرم مشاهدينا الكرام ولنا عودة، لا تروحون بعيد. شكرا أخوي ناصر، معكم الرائد غانم الأحمري مركز القيادة والسيطرة. الحركة المرورية لهذا اليوم الثامن من رمضان في المحاور الرئيسية المؤدية إلى منطقة مكة المكرمة، القادم من جدة والقادم من الطائف عن طريق الهداء أو عن طريق السيل. نقطة الشميسية الحركة متوسطة إلى كثيفة، حركة يعني الطرق يعني غير كثيفة بشكل المعهود، ولكن نتوقع استمرار أو ازدياد الكثافة المرورية في هذا المساء. نقطة الهدى للقادمين عن طريق الهدى الحركة متوسطة إلى خفيفة في هذه الأثناء وقد تزيد في ساعة الذروة. أما نقطة التفتيش للقادمين عن طريق السيل فالحركة خفيفة جدا في هذه الأثناء. بالنسبة للمحاور الرئيسية حوالين المنطقة المركزية كثافة متوسطة في هذه الأثناء، قد تتزايد في الساعات القادمة ساعات الذروة ما بين الساعة 6 وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل. بالنسبة لساحات الحرم المكي كثافة الحشود في هذه الأثناء متوسطة إلى خفيفة في بعض الساحات، تتزايد أيضا بازدياد أو اقتراب ساعات الذروة. نهيب بجميع الأخوة قاصدي بيت الله الحرام بالتوجه إلى محطات النقل العام واستخدام محطات النقل العام لتخفيف الضغط المروري على الساحات والشوارع المحيطة المنطقة المركزية. هذا كل ما لدينا في فقرة الطريق للحرم وشكرا. حياكم الله من جديد مشاهدينا متابعينا. تشوفوا الحركة هذه اللي اليوم يعني في شوي رطوبة، درجة الحرارة الآن 40. الطرق المؤدية من وإلى المسجد الحرام تمشي بانسيابية. رجال الأمن في هذه اللحظات ينشطون في توجيه المعتمرين. المربعات بدأت تتضح بشكل كبير، خاصة ما نلاحظه لموائد الإفطار. التنظيم قائم وكبير، نتحدث عن رجال الأمن ورجال المسجد الحرام. 210 أبواب مشاهدينا الكرام هي أبواب المسجد الحرام. الحقيقة مجموعة من الأبواب، لكن أعتقد أن الأكبر هو باب الملك عبد العزيز، ثم يأتي بعده في الكثافة باب الملك فهد. خلونا بنشوف تقرير برضو من صنع أبنائنا، أبناء فريق برنامج من الحرم. شوفوا هذا التقرير ونرجع لنستضيف المسؤول على الأبواب وندردش معه عن هذا الموضوع. دخول سلس الحقيقة، وتنظيم جيد جداً جداً ممتاز سلس الحقيقة. يعني كان في السابق الدخول فيه نوع من العشوائية، الآن الحمد لله يعني الدخول والخروج والتنقل للمطاف والعودة من المطاف والدخول الحرم والعودة سلس جداً، وشيء مفرح ويثلج الصدر الحقيقة. أنا أدعوه إن شاء الله بالتوفيق. هذا ما شاء الله عليك، هذا خدمات خادم الشريفين الحمد لله 100%. الحمد لله أنا في حندي، الحمد لله أنا يجي الأول
في الأول في الحمد لله في أحسن الحين ما شاء الله في زيادة أحسن الحمد لله جزاكم الله خير خادم الحرمين الشريفين ما شاء الله تبارك الله خدمة كويس ممتاز فيلم ممتاز. خدمات مميزة وجهود تشكرون عليها ومن ناحية الأبواب والدخول والخروج ميسر. حياكم الله من جديد متابعينا. الأستاذ محمد باتي ومدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام هو ضيفي في هذه اللحظات. الله يحييك أستاذ محمد. الله يحييكم. أهلا وسهلا. الله يحييكم. ما شاء الله تبارك الله. وقت ذروة، وقت يعني خلنا نقول عالي، إجازة في رمضان، الناس قدمت بشكل كبير، انتهاء بعض أجزاء الحرم. أول شيء كم باب عندكم مفتوح؟ 210 أبواب تخدم ضيوف الرحمن بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام بارك الله فيه على مدار الساعة. كل ال 210 تعمل بكامل طاقتها؟ بكامل طاقتها. في شيء مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ايوه، في 20 باب لذوي الاحتياجات الخاصة. ايش معمول فيها ال 20 باب؟ لسهولة دخول العربات وخروجها. ايوه، مسار للعربات. ويوجد عندنا 20 سلم كهربائي برضه لصعود المعتمرين والزوار إلى الدور الأول وإلى سطح الحرم. احنا نشوف ناس واقفين مكتوب عليهم إدارة الأبواب وإدارة كذا، مراقبين الأبواب. هذول ايش عملهم؟ هذول التفتيش عند الأبواب لعدم دخول اي اشياء يعني لا من الممنوعات او هذا. انا اليوم موجود بالطائف في الجنوب في الرياض، بجي في خارج السعودية تابع البث هذا وجاي عمرة، شو الشيء اللي مسموح اني ادخله للحرم وشو الشيء اللي المفروض ما اجيبه؟ المسموح بو التمر والقهوة فقط. فقط لا غير. أكل شرب؟ لا لا ممنوع، لأنه إيش الأشياء الثانية الممنوعة؟ كل شيء ما عدا التمر والقهوة. الكراسي مسموحة، موجودة أصلا متوفرة. يعني الرئاسة وفرتها داخل يعني الحرم. إذا عندي إنسان كبير في السن أشيل هم كرسي ولا موجود داخل؟ لا موجود متوفرة بأعداد وكميات كبيرة. إيش الرسالة اللي حاب تقولها للناس؟ فرصة من برنامج من الحرم. الله، نقول أهلا وسهلا بجميع الزوار والمعتمرين، ونحن نتشرف بخدمتهم، والله من علينا والحمد لله بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لتسهيل جميع أمور الحجاج والمعتمرين. ممتاز. وخدمتهم على أكمل وجه. ممتاز. إذا الله يعطيك الصحة والعافية. أنت اليوم نموذج مهم من المسجد الحرام، بارك في عمرك. نقدمه عبر برنامج من الحرم، ولنا إن شاء الله نماذج مقبلة، بالإضافة إلى رجال الأمن اللي ما قصروا، ندعي لهم دائما وأبدا. بنطلع لقطات معاكم مشاهدين على المودع ضيفي، ونرجع عشان نسمع آراء وأمنيات وأدعية الناس اللي موجودين هنا لأهلهم وذويهم. إن شاء الله أقل من ثواني ونكون معك. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا حبيبي. جزاك الله خير. الله يوفقك. تفضل. حياكم الله. خلينا نروح نشوف الناس اللي هم رأس المال واللي من أجلهم جينا إلى هذا المكان. أنا ما أدري، أبدأ مع الأخوان. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. عرفني بنفسكم، من وين؟ أنا سيد مصري مقيم في قطر. ما شاء الله. أهلا وسهلا. كيف أمورك؟ الحمد لله طيب. وصلت هنا؟ وصلت أول أمس. ممتاز. كيف وجدت الأمور؟ والله السعودية مش مقصرة والله، يعني بصراحة الملك سلمان ربنا يديه الصحة وطولة العمر، مش مقصرين والله في أي شيء. طيب انت على المستوى الشخصي كيف شفت الامور؟ ايش الامنيات الخاصه اللي عندك؟ والله الواحد دعا يعني، وانت عارف. ايش اهم دعوه دعيتها؟ دعيت لي والدي الله يرحمها، وابوي الله يدي له طول الصحه والعافيه. امين يا رب. تفضل عرفنا باسمك لو سمحت. علي الجابر. قرب يا اخوي، قرب علي. علي الله يحييك. هلا علي. الله يحييك. قطر. نعم الله يسلمك. نعم. من وين؟ نعم بقطر. دوحه.
يعني احيي اهنى بدوحه واحيي اخوي علي واهله. من حاب تسلم عليه؟ من حاب تكلم؟ اكيد الان عبر قناه السعوديه على الوالده اكيد والاخوان تستاهل. ايوه. وش اكثر شيء شد لفت انتباهك وانت تمر من الاهتمام؟ اي اهتمام. الاهتمام من الامن الامني ولا النظافه ولا الاهتمام الامن والنظافه والخدمه. حتى الامن اذا انت ما تبغي شيء يوفرون لك، وحتى لو مو بشغلهم يعني. الامنيه الخاصه اللي تتمناها من رب العالمين يقبلها لك في هالشهر وش هي؟ الامنيه الخاصه؟ اي الله يرزق عيالي ان شاء الله عمره وبر والديهم. يا رب يا رب. الله يقبل منك. الله يرحم والديك. وان شاء الله ربي يحقق لك هذه الامنيه. الله يجزاك خير. اذا تفضل. اسم الكريم نبيل محمود. تفضل امين. هذه الكاميرا، وين الكاميرا حقتك؟ اي ابغاك تشوف الكاميرا هنا. من حاب تسلم عليه؟ والله حاب اسلم على عيالي في الاردن. ايوه ما شاء الله. يعني انت من اهل ديره النشامه. من ديره النشامه. والله ديره النشامه. الله يعني. طيب شو الشيء اللي لفت انتباهك لما مريت بهالتوسعه، لما مريت بهالناس مع هذه الوجوه الالاف اللي تشوفها في اليوم؟ والله النظام اول شيء. النظام والنظافه. شد النظام والله يوفق خادم الحرمين امين ان شاء الله، وينصروا على اعدائه ان شاء الله. الله يوفق ويبارك. شكرا. عرفني بنفسك، انت ما ودك تتكلم شكلك صح؟ هشوفك بعد. انا كريم. كريم؟ من فين يا كريم؟ من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. من فين من مصر؟ من سوهاج. سوهاج الصعيد. ممتاز ما شاء الله. تقدر تحيي اهلك عن طريق الكاميرا دي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حياكم الله. العمر كم؟ 2. ما شاء الله. العمر رقم 1 كانت كام متى؟ يعني من قيمه 3-4 شهور او 5 شهور. ما شاء الله، يعني انت قاعد تجدد العمره بالشهور ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا حبيبي. الله يبارك لك. ما شاء الله كل شيء جميل الحمد لله. هذا هذا ابتسامتكم سعادتكم هي مطلب كل هذا البلاد وكل شيء. ما شاء الله جميل. الله تفضل. عرفني بنفسك. عبد الكريم الشراري. عبد الكريم الشهراني. الشراري. الشراري. نعم. ونعم. ما عليك زود. ونعم. الله يحييك. عبد الكريم كيف الامور؟ والله ما شاء الله تبارك الله. ابدا الاجواء ما شاء الله تبارك الله، وخدمات صراحه ما شاء الله كيف. مستمتع؟ الحمد لله وشكرا. تشعر بتعب؟ لا لا بالله، اسعب راحه نفسيه الحمد لله وشكرا. نعم شكرا. الحمد لله الحمد لله. طيب دقيقه لو سمحت. تفضل. بدر العصامي معك. سم؟ بدر العصامي معك. ونعم. ما عليك زود. ها بدر كيف الامور؟ الحمد لله والامور. ايش اكثر شيء لفت انتباهك؟ والله النظافه الحمد لله. نظافه؟ اي نعم. ممتاز. وتنظيم في الحرم المكي الحمد لله. نعم. روحانيه. اهم شيء ندعي للوالده الله يطول في عمره يا رب. يا حجي من وين؟ من الجزائر. الجيريه من الجزائر. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. يسلمك. الحمد لله على السلامه. من حاب تسلم عليه في الجزائر؟ على اهلي والاقارب تاعي. في اي منطقه بالجزائر؟ في بريكه ولايه بتنا. بريكة ولايه بتنا. نعم. شو حاب تقول لهم؟ نقول لهم صحه لفطوركم. ان شاء الله ان شاء الله الامور يعني ممتازه ويعيشكم جميعا. جميعا ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا. فرصه سعيده. تفضل حبيبي انت بخير. كل عام وانت طيب. اهني مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي العهد الامين، واتمنى لهم كل خير ونشكرهم على البذل الجهود المبذوله في خدمه ضيوف الرحمن. تشعر بسعاده والحمد الحمد لله والشكر. ايش اكثر شيء شادك؟ والله ضيوف الرحمن ابتسامه. الابتسامه جميله. الابتسامه جميله. اكثر شيء يعني فعلا وانت ماشي تشعر انه ودك تعبر تقول هذا شيء ممتاز. الاجواء الروحانيه في إيه؟ الشهر الفضيل. ممتاز. والحمد لله على كل حال. الحمد لله. واشكر الله يبارك الجهود المبذوله لكل ضيوف الرحمن. الله يبارك لكم يا رب. هاي اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. نشكر المملكه حكومه وشعبا على الخدمه الطيبه التي قدموها حجاج بيت المعتمرين بيت الله الحرام، وعلى هذا النظام الذي لم نشهد له يعني مثيل. فكل الناس أدت العمرة بأريحية وبطيبة. أكثر شيء شدك؟ والله النظام. يعجبني النظام. أكثر شيء. أشوف مركزين على النظام والنظافة. النظام والنظافة. والله شيء النظام. تجمعون على الكلام هذا؟ نعم نعم. ممتاز. شكرا لأنه خلاص انتهى وقت البرنامج. إذا مشاهدينا متابعينا انقضى وقت هذا البرنامج، وأنا والله دائما حزين إني أنهي ما أخذت أكبر عدد، لكن الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله راح أكون معاكم 6 و5 دقائق يوميا بإذن الله. برنامج من الحرم يأتيكم مباشرا على قناة السعودية من هنا من المسجد الحرام ومن بين هذه الوجوه الطيبة الطاهرة التي قدمت لأداء مناسك العمرة في هذا الشهر الفضيل. سناب من الحرم تابعوا مشاهدينا، وبعد ما تتابعونا لا تنسون ترى زملائي في البرنامج يستاهلون تقرؤون أسماءهم بشارة النهاية. هذا ناصر حبتر، في أمان الله. السلام عليكم.
خارج من المغرب. اللهم بارك عمرتنا هذه السنة إن شاء الله، ونتمنى ألف خير للجميع. أنا المعتمر أحمد بشير أحمد من دورة تشاد، اللهم تقبل منا هذا العمرة، اللهم اجعلها عمرة مباركة. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال، شهر رمضان مبارك عليكم، ونحيي جنودنا الباسل والله يعطيهم العافية من الحرم. أنا ذاكر الله باكستاني، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا معتمر السودان عبد الرحمن فضل السعيد، أتمنى من الله الكريم أن يشفي والدي والدي شفاء عاجلا. أنا متطوع مع الهلال الأحمر، وأتمنى إن شاء الله يكون موسم خالي من الإصابات للمعتمرين، وتكون عمره ميسرة لهم إن شاء الله.